لصام تكون عن الضحايا كان مدوي. هلا حضرتك بتسكت تفضل. صحيح صحيح. ما إنسان يقول لا لإنسان تاني أكثر من مرة وهيدا الشخص التاني يضل مكمل، هيدا صار اسمه تحرش. إيه؟ لما نكون بالثانوية أو بمدرسة هيدا الحق لنا إنه نعيش، إنه ندرس مع أستاذ ما نخاف منه، ما نخاف نحكي معه واتساب، ما نخاف كل مرة يبعثنا شي غلط. I'm